مرحبا عم اخويا، مرات يجيني اتصال يجمد دماغي. اي دماغي يجمد، والله دماغي يجمد. اجاني اتصال، طبعا شكرا لك ونصائحك الحلوة اللي تقدمها. قلت لها شكر لله والحمد لله اللي وفقنا نقدم هيك نصائح. قال شفتك تحكي على مال التجاعيد ومال الخطوط، تقول ما يشتغل، وتقول مال الهالات السوداء جو العين والخطوط جو العين ما يشتغل، وتقول مسمنات الخدود كلهن كذب وما يشتغلين. قلت لها هاي حقيقة، بدنا نجيب ماركات ونجيب غالي ونجيب رخيص وما على ما قاعد اشوف بيه نتيجة. حرمات تصرفون عليه فلوس، واقدم لكم نصيحة، حتى الموجود عندي ما يشتغل، هذا واقع حال. قالت والله شفت الفيديو مالتك وكلش عجبتني صراحتك، بس اريدك تنصحني في شيء، عندي خطوط وعندي تجاعيد. قلت ناصب عليه، لا افد وريد من ايدك شيء بضمان. قلت له مو جاي، قلش ما يشتغلون ب 100 ب 200 امريكي انجليزي كله ما يشتغل، يعني كله ما بي نتيجه، ماكو شيء يوخر هاي التجاعيد والخطوط اللي موجوده. اكو قصه يشتج بيها خطوط قويه، هذين ما تروح الا سحب، يا اما يحقنوها بهاي ما ادري شو يسمونه فيلر ما ادري شنو، حقن لو سحب ما يروح. وكريم يسمن خدود شيء بي نتيجه وشي بي ضمان ماكو. لا اريد من ايدك انت ترتب لي اياهم. قلت له والله ما ادري ايش اقول لك. ماشي، اكو مسمن خدود سعره ب 25، واكو مال الكولاجين مال التجاعيد سعره ب 30. قالت له مو تقول ما يشتغل؟ قلت له والله خبلتيني بالقران، خبلتيني، يعني هاي العالم شلون؟ والله ما ادري، خلنا نروح احسن.